معي للحديث عن مدرسة السياسة المصرية وتداعيات الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على المنطقة، المفكر السياسي الكبير الدكتور أحمد يوسف، أستاذ العلوم السياسية. الدكتور أحمد يوسف أحمد مفكر سياسي وأستاذ متخصص في الشؤون العربية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، تولى العديد من المناصب الأكاديمية والبحثية، منها مدير معهد البحوث والدراسات العربية، كما شغل عضوية عدد من مجالس أمناء وإدارات مراكز الدراسات، منها مركز الوحدة العربية والهيئة الاستشارية لمجلة السياسة الدولية والمؤسسة الثقافية العربية في المملكة المتحدة ولجنة العلوم السياسية بالمجلس الأعلى للثقافة. حصل الدكتور أحمد يوسف على جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية عام 2021، وشارك في العديد من المؤتمرات، منها مستقبل الوطن العربي ودور جامعة الدول العربية عام 1997، ومن أبرز مؤلفاته الدور المصري في اليمن من عام 1962 حتى عام 1967، تأثير الثروة النفطية على العلاقات السياسية العربية، الصراعات العربية العربية من عام 1945 حتى عام 1981، دراسة استطلاعية. وشارك الدكتور أحمد يوسف في العديد من الدراسات والكتب، منها صناعة الكراهية في العلاقات العربية الأمريكية، مصر والجماعة الاقتصادية الأوروبية، التسوية السلمية للصراع العربي الإسرائيلي وتأثيراتها في الأمن العربي، المجموعة الكاملة لخطب وأحاديث وتصريحات جمال عبد الناصر.